شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منافسات النسخة 57 من بطولة بريف لفنون القتال المختلطة. البطولة أقيمت على صالة مدينة خليفة الرياضية ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2022 تحت رعاية سموه، والتي ينظمها الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة ومنظمة خالد بن حمد الرياضية في الفترة من 8 إلى 12 من مارس الجاري، والتي تشهد كذلك إقامة منافسات النسخة الأولى لبطولة كأس السوبر لفنون القتال المختلطة للهواة. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن اعتزازه بما حققته بطولة بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين من نجاحات متعددة عززت من الجهود البحرينية للمساهمة في تطوير رياضة فنون القتال المختلطة على المستوى الدولي. وقال سموه إن بطولة بريف استطاعت أن تفرض نفسها بقوة على الساحة العالمية من خلال الرؤية التي رسمناها منذ تدشينها للبطولة، والتي أصبحت مميزة عبر الأهداف المتعددة التي تحققت ليس فقط على المستوى الرياضي فحسب، بل تعدد ذلك لتصل إلى المستوى الاقتصادي والسياحي ودعم العلاقات الدولية بين مملكة البحرين والدول التي تحتضن هذه البطولة. فقد حرصنا أن تكون رؤيتنا لبطولة بريف أكثر شمولية وأكبر من مجرد بطولة رياضية تنافسية، وبكل تأكيد فإن النسخة 57 استطاعت أن تضيف نجاح متجدد لهذه البطولة، والتي احتضنت منافساتها مملكة البحرين ضمن أكبر حدث على مستوى القارة الأسيوية في رياضة فنون القتال المختلطة. فهذا النجاح يسهم في دفع هذه البطولة لتواصل تألقها وتميزها في سماء هذه الرياضة العالمية، مشيدا سموه بالمستويات الفنية الكبيرة التي شهدتها نزالات هذه النسخة، والتي برهنت على قوة وصلابة اللاعبين الذين تواجدوا فيها من مختلف دول العالم، مهنئا سموه الفائزين وتمنيا حظا أوفر لبقية المشاركين في النسخ القادمة.